مطالباتهم هذه لا يستطيع المصنع أن يتحملها يتحملوا، ولذلك مطلوب مصارحة الشعب، مطلوب مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي وتحميل كل الأطراف، مش اتحاد الشغل وإنما كل الأطراف. فما الناس ما يدفعش الضرائب مثلا، رجال أعمال ما بالله يدفعوش في النقطة الضرائب، هذه، في النقطة هذه مفترض بشنو الناس كل كل. إذا كان لابد من إجراءات موجعة لإصلاح وضعنا الاقتصادي ينبغي أن تتحملها كل الأطراف مش اتحاد الشغل فقط. في المؤسسات العمومية، رجاء نراجع التعيينات، خليوها حيدوا الإدارة شوية وخليوا الكفاءة في الإدارة، يعني المجالات السياسة في الوزارة، في كتاب الدولة إلى غير ذلك، في التخطيط وكذا، ولكن حقيقة التعيينات أثقلت. ما عادش باش تكون ثم تعيينات الآن، وقفت الزنقة بالهارب، ما عادش ثم باش تكون تعيينات إلا ما هو ضروري. مثلا مدارس ما عندهاش معلمين، لابد من امتداد معلمين لأنه المدرسة مش قادرة تشتغل، وإلا من سبيطار ما عندوش أطباء وما عندوش ممرضين، لازم انتداب. ولكن هذا الانتداب من أجل التوظيف، من أجل أن نحن نستوعب اليد العاملة انتهى. طيب التوظيف ينبغي أن يكون يعني يلبي حاجة حقيقية للمؤسسة. ما زالوا لي زوز أسئلة. سؤال أول، تخوف حقيقي الآن حول طبيعة النظام في تونس، هنالك تخوفات من أنه نتحول من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي، ما تعليقك؟ لا، الشعب التونسي عندما اختار النظام البرلماني المعدل اختار ذلك عن وعي، والدساتير لا ليست مثل الصحف كل يوم تتبدل، مش كل يوم ثم نشر أخبار جديدة، الدساتير تكتب لتطبق ولمدة طويلة، يمكن أن تعدل ولكن بعد أن تكون قد اختبرت لمدة طويلة. إذا نحن ما زلنا ماشيين على النظام في مستوى القوانين، لكن في الممارسة البرلماني التخوفات في المعدل. مستوى الممارسة أستاذ. بطبيعة الحال دائما في كل مكان في العالم الكرسي يتأثر بالجالس عليه، يعني فعندما يجلس ديغول على كرسي الرئاسة الكرسي يتوسع، وعندما يجي بومبيدو بعده يضيق، يعني يرجع لحجمه. انتظرت أن في نهاية المطاف أنك مش تدافع على رفيقك وعلى صاحبك معناها، فبالتالي ولو أن السؤال هذا كان مطروح من أحد نواب كتلة النهضة في البرلمان، يعني هنالك تخوفات إذا حقيقية. الكرسي يتكيف إلى حد، يتكيف بالجالس عليه. صح عليه معناها. طيب تخوفات حقيقية، تخوفات. باش نختم ملاحظة، هل سنحتاج فعلا إلى فتوى في المرة القادمة لمعالجة أمور البلاد؟ أمورنا في تونس ما تمشيش بالفتاوى، يعني هذه قالها سي الحبيب نوع من المزاح جاء على لسانه، لكن لا يخفي وراءه شيء، يعني هنالك لأنه لم نتعود في تونس أنه قراراتنا السياسية تتخذ بالفتوى، وإنما هي مزحة مزح، لا ينبغي أن تحمل أكثر ما تحتمل. يعني هو ظاهرها مزحة، ولكن قد لا، تكون لها دلالات. هي يعني مزحة. علاقة الشيخين، هم اللي يستروا في البلاد، هم وقتاش اللي حصل في يحكموا في وقتاش البلاد. في تونس النهضة اللي هي منسوبة للجانب الديني وقتها صدرت فتوى في مسألة سياسية؟ لا ليس هذا، ولكن الشيخان الآن هم اللي يقودوا في البلاد. هذا ظاهر الأمر، ظاهر الأمر. أما حقائق الأمر، النهضة فيها مؤسسات، ولم يفرض قرار على النهضة وعلى مؤسساتها، ورئيس الحركة إما أن يستمع، رئيس الحركة عادة يستمع ويحاول أن يقنع، وكثيرا ما ينجح في الإقناع، وإذا ما نجحش في الإقناع فينبغي أن يخضع ويمشي على روحه، يخضع لقرار الناس. أو قد يعين أحيانا. شكرا لك على كل حال مرحبا، أستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، أنستنا بحضورك معنا على موجات إذاعة صفاقس. الله يبارك فيك، مرحبا. شكرا.